والله دمرنا تدمير. شو مش عارفين نسوي ايش شو بدنا. هاي احنا معنا طالع هاي احنا هذا بيحسبوا علينا طاقمتنا هاي احنا من الخضره وهون بيقعدوا يقولوا لك ليش قد وليش مش قد. وثاني حاجه بعد الساعه 5 طبعا هنا انت بتحكي عن مدينه اشباح كامله، مش حدا بيستجري يصل البوابه، مش حدا بروح بيجي، واللي بيقدم على البوابه الصفره بيطلقوا عليه او بيغلطوا عليه. كانت الطريق قبل الحرب يعني سالكه والامور ماشي، يعني بدك تاخذ بنتك على الدكتور الطريق بتكلفكش يعني ربع ساعه. اليوم في محاسيم الطريق مسكت، اللي بده يحمل اغراض يعني بقعد دقائق بقعد ساعات. القرى والمدن الفلسطينية عبارة عن كنتونات مفصولة عن بعضها ببوابات حديدية. بنت على الخليل لا، إلا غير تجيب أمها أو تجيب حدا كبير معها من الخطورة اللي بتشوفها مثلا. تخاف تنزل. أنت رايح توصلي بناتك اليوم؟ عجال. جيت معك بنات اثنتين؟ بالضبط. عشان كل يوم؟ طبعا الحين كل يوم، بس اللي نحوله للشو اسمه كتروني، لأنه ما بنقدرش نجي كل يوم، فيش مجال نجي كل يوم، أنا بطيرش بنتي كل يوم على الجامعة بطريقة.